كلمة حق يراد بها باطل، إقليم سني، جزء كبير من القيادات السياسية السنية غير راضية بهذا الموضوع. هذا تصف في مصلحة مخلوع خاسر، أحد القيادات السنية اللي خسرت وضعها تحاول أن تثير وتعطل مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب. لا علاقة بالكيانات السياسية الشيعية بهذا الموضوع. أخي اتفق وما عندنا مشكلة، ولذلك أنا دائما أكرر هذه الدعوة. السيد رئيس مجلس النواب بالإنابة أستاذ محسن مندلاوي المحترم، قادة الكتل السياسية الشيعية، أرجوكم جزاكم الله خير اعتقونا من هذه التهم واذهبوا باتجاه عقد جلسة وانتهى. زين أخوة البقية موجودين. يعني هذا قصة الإقليم لها علاقة برئيس نعم البرلمان؟ نعم. هذه هو شنو الغاية؟ الغاية تعطيل عدم الذهاب باتجاه انتخاب رئيس مجلس نواب. مو احنا جاي نعطل اجزاء خاسره، يعني اذا صار رئيس مجلس نواب تنتهي دعوات الاقليم بعد ما تسمع لها صوت.